إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا أن للعبادة أركانا، وأركان العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، فهذان هما ركنا العبادة. وكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة لها أركان، ومن أركانها المحبة، ومن شروطها المحبة. فالمحبة لرب العالمين سبحانه وتعالى من أوجب الواجبات، ومن أعظم الطاعات، بل إن رب العالمين أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالجهاد وخلق الجنة والنار من أجل أن يحب وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس، بعض الناس، من يتخذ من دون الله، من يصير ويجعل من دون الله أندادا، أي شركاء وشبهاء ونظراء وعدلاء، يحبونهم، أي يحبون الشركاء كحب رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا لله. وانظروا إلى قول الله: يحبونهم كحب الله، أي هم يحبون الله ويحبون الأنداد كما يحبون الله. فشركوا بين الحب، شركوا الحب بين الله وبين هذه الأنداد، أو يحبون أندادهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون الأنداد كما يحب المؤمنون رب العالمين سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله، إن المؤمن يحب رب العالمين
من داخلة قلبه ومن سويداء فؤاده، إنه لو تعارض حب رب العالمين مع حب الولد والزوجة والمال والمنصب فإنه لا يقدم على حب رب العالمين شيئا. ولهذا الله جل وعلا قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المحبة التي كان يحب، التي كانوا يحبون غير الله كحب رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذهاب الدنيا وذهاب الأقوام إنما يكون ذلكم إذا لم تتحقق، إذا لم تتحقق المحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا صار الناس لا يحققون المحبة لله فإن الله سيذهب بهم ويستبدل بهم أقواما يأتي بآخرين سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الردة إنما وقعت بسبب بغض الله وبما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله: فسوف يأتي الله يأتي بالبديل، الذين يحبون رب العالمين يحبونه لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي الأمر أمره والملك ملكه، لا يكون إلا ما أراد، يفعل ما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه ولا بد. إن رب العالمين متصف بصفات الجمال والكمال والإجلال سبحانه وتعالى، فمن عرف ربه فإنه يحبه ولا بد، ومن جهل ربه جهل نفسه فإنه لا يعرف ما يضره ولا ما ينفعه. أيها المسلمون، ولهذا في هذه الآية قال الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. إذن إذا رزقك الله محبته فقد أنعم عليك وأفضل، وإذا وجدت من نفسك بغضا لله أو لشرع الله أو لما جاء به محمد بن عبد الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله
فأحبط أعمالهم. أيها المسلمون، رب العالمين حذرنا غاية الحذر من أن تطغى محبة غير الله على محبة الله. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثمانية أشياء ذكرها رب العالمين وهي أساس انحراف المحبة عن محبة الله، انحراف الإنسان عن محبة الله سبحانه وتعالى. أتحب مخلوقا وإن كان منك أو شريكا لك أو مساعدا لك من الولد والأخ والزوجة كحب رب العالمين؟ أين العدل؟ إن حب الله هو الدرجة العليا التي لا يجوز أن يعلى عليها حب ولا أن يطغى عليها طاغي، تكون لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: وأموال اقترفتموها. إن بعض الناس ربما أحب ماله ديناره ودرهمه كحب الله، بل أعظم من ذي الجلال والجمال والإكرام سبحانه وتعالى. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، البيوت التي بنيتموها الذي أعطاكموها هو رب العالمين أتحبونها أعظم من حب الله؟ فمن فعل ذلك فلينتظر بعقوبة الله سبحانه وتعالى، فإنه لن يفلت من عقوبة الله، عليه أن يتربص وأن ينتظر ما يأتي من المنتقم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، أصحاب النار يتكلمون وهم في نار جهنم يعذبون ويصطرخون فيها، يسأل بعضهم بعضا: ما السبب؟ قال الله: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. قال بعض السلف: لم يسووا هذه الآلهة برب العالمين في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، إنما سووا هذه الآلهة برب العالمين بالحب والتعظيم، يحبونهم ويعظمونهم كتعظيم رب العالمين جل وعلا. أيها المسلمون، يقول الله في بداية سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون بمعنى أنهم يجعلون آلهة عدلا لله يحبونهم كحب رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها المسلمون،
إن من أحب الله وأتى بما أوجب الله عليه فإن منزلته رفيعة، وإن قلت أعماله من النوافل ومن الطاعات التي ليست بواجبة فإن حبه يرفعه ويجعله مع أنبياء الله. جاء من حديث أنس في الصحيحين أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: أنت مع من أحببت؟ فقال: إني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرفعه حبه إلى مصاف الأنبياء، وفر له وقطع له طريقا أوصلته إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، والحمد لله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، لن نجد طعم الإيمان وحلاوة اليقين إلا إذا حققنا المحبة لرب العالمين، وإلا والله لن نجد ذلك. روى الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذن الذي يجد حلاوة الإيمان إنه يحب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أوجب الله طاعته وألزم بأن يقتدى به، وما ذلكم إلا لأنه يدعو إلى محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وانظر إلى هذه الآية: إن كنت تحب الله حقا وأنت صادق في محبتك لله عز وجل، فواجب عليك أن تطيع رسول الله، لأنه يرشدك ويأمرك أن تحب رب العالمين، أن تحب الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن من أحب الله فإنه يحب رسول الله، ومن أحب رسول الله فإنه يحب القرآن ويحب ما جاء به الرسول، ويحب دين الله ويحب شرع الله
سبحانه وتعالى، هذا إن كان صادقا. أما الادعاء فإنه لا ينقذ صاحبه ولا ينفع صاحبه من عذاب الله عز وجل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مجاورة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جناتك جنات الخلد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله في نفسه، اللهم شتت شمله وضيق صدره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. والحمد لله.